بكل شيء باذن الله سبحانه وتعالى واليوم والله كنز من الكنوز بين ايديكم والله الزبيب الزبيب من اسماء الكشمش منه الاصفر ومنه الاسود والفاتح والغامق هو العنب لما يستوي وبجففوه فوائده لا تعد ولا تحصى ما شاء الله على كل اللي فيه من الخيرات اللي بتدوروا عليها ناقصه عندكم فيتامينات بروتينات الياف طبيعيه موجوده فيه بيحتوي على الفسفور يا سلام فسفور وايضا الحديد لفقر الدم والانيميا واذا الكالسيوم للعظام والمفاصل والتهاب المفاصل يا سلام ونسبه عاليه من الالياف والسكريات ما بنصح فيه لمرضى السكر حبه حبتين يلا مشوها لو منعناهم بدهم ياكلوا لكن مقوي جدا للدم مفيد لخلايا البدن مفيد جدا للجهاز الهضمي لانه غني بالحديد والفيتامينات اذا مضاد بكافح الالتهابات والفيروسات مفيد جدا للطحال والكبد وصديق القلب سبحانك يا رب كل هذا بالزبيب لا ولا شيء لسه ولا شيء الزبيب اللي هو الكشمش اذا بيعمل على بناء العظام وايضا بخلصنا من تسوس الاسنان وبفيد الاسنان خصوصا للاطفال ما بتسوس الاسنان من الزبيب. فبالتالي اذا لانه غني بالكالسيوم العظام والاسنان لانه غني بالكالسيوم والتهابات المفاصل بقاومها باذن الله سبحانه وتعالى. اذا بحافظ على سلامه الجهاز الهضمي وسهل الامتصاص في الجهاز الهضمي. اذا مفيد جدا للمخ واذا للحفظ والذاكره والتركيز. الزبيب أيضا مفيد جدا للنحافة اللي عندهم النحافة فاتح من فواتح الشهية فلذلك بقدموا في شهر رمضان وأيضا بضيفوا له المكسرات إذا بساهم بعلاج الكبد والمرارة بعون الله سبحانه وتعالى وبساهم في زيادة الوزن إذا مفيد حتى للنشاط البدني والنشاط الذهني اللي هو الزبيب يا سلام اذا مفيد جدا حتى للقولون والتهابات القولون وايضا مفيد جدا للي عندهم دائما الامساك لانه غني بالالياف فبالتالي اذا محفز ومنشط جنسيا للرجال والنساء هلا انتم تحبوا هيك امور لكن فعلا هو غذاء البدن ايضا تناول الزبيب بيعطي حمره للوجه واذا ضد الشيخوخه وضد التقدم بالسن واثار التقدم بالسن لانه كسبنا الفيتامينات وكل نعمه موجوده فيه بتخص بدننا حتى بيمنع تساقط الشعر تناوله لانه فيتامينات طبيعيه موجوده فيه هو احنا بس بدنا نعطي زيوت من برا ومن جوا هلا هلا ما ينفع اذا يلا ناول الزبيب، الزبيب بخفض ضغط الدم. بخفض ضغط الدم باذن الله سبحانه وتعالى وبحسن الدوره الدمويه في ابداننا. اذا غذاء المخ للحفظ، للتركيز، لزياده الوزن بفيد لمشاكل الكبد، مفيد جدا لمشاكل الطحال وضرر الطحال، اذا وقايه من البواسير، ذكرنا انه الامساك بسبب البواسير فبالتالي تناوله بيمنع الامساك فبالتالي بيمنع البواسير وبتصير الامور تمام بعون الله سبحانه وتعالى، اذا بخفف من حده الحموضه اللي هو تناول الزبيب، والله هذا القليل القليل من فوائد هذه النعمه اللي بنتفقدها في هذا الشهر الفضيل اللي هو الزبيب، لكن في شهر رمضان انصحكم بحفنه من الزبيب انا احكي لشخص واحد نضحها بماء ساخن ونحطها بالخلاط ونشغل الخلاط واصبحت كوكتيل نصفيها ونحطها بالعبوه الزجاجيه ونرش عليها برشه الثلج والله لتشوفوا الندى عليها وتصبوها لما ياذن وتفطروا بدل العصائر اللي تشتروها من الشوارع او حتى بالسهره ما بعد الافطار وتقدموها لضيوفكم اللي رايحين تتزاوروا بالشهر الفضيل، اذا اخذنا كوكتيل التمر، هو الكوكتيل لازم شغلتين ثلاثه مع بعض اسمهم كوكتيل، لكن نسهلها ونسمي لكم اياها كوكتيل او عصاره التمر او منقوع اسف، منقوع الزبيب. فبالتالي قدموها والله انها غذاء لاطفالنا غذاء للنساء وايضا مفيدة للنساء بتوقف النزف وبتخفف من حدة النزف عند النساء فبالتالي شوفوا هالخاصية اللي تعلمناها من اجدادنا شوفوا هالنعمة شوفوا هالخير قدموها باكواب في شهر رمضان والله انها فاتحه للشهيه والله بتمد ابدالنا بالطاقه وبناخذ النواقص اللي احنا بحاجتها بدل ما نشتري فيتامينات ونتناول فيتامينات مصنعه كل شيء موجود بهالنعمه اللي الله سبحانه وتعالى وجدها بين ايدينا وهنيئا لكم صيامكم وهنيئا لكم افطاركم بعون الله سبحانه وتعالى